السلام عليكم، عاملين ايه؟ الاوراال الاقتصاديه وما ادراك ما الاوراال الاقتصاديه. على فكره الجو برد، درجه الحراره 9 تحت الصفر، ولكن اليوم احنا تجمع مصري كبير جدا. السلام عليكم الشباب المصري كله موجود في كاترينبورج في جامعه الاوراال الاقتصاديه. طبعا كله داخل طب ولا في هندسه؟ ازيكي؟ هاخدك معايا في الفيديو ده يا ارزيكي. طبعا احنا معانا كله مصري. لا 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 لا، الاردن فين؟ الاردن خالد الاردن وقال الاردن، ولكن فيكم معاكم فرق يا جدعان بين اردني ومصري؟ لا لا يا لا بالامانه، لا لا والله بالامانه والله. لا والله ايه رايكم في الجامعه؟ الشباب المصري ما شاء الله عليه كله ماشي. الايه؟ ما هو ماشي. امسك كده حسن، انتوا ماشيين فاتحين الجواكي. يا عم اقفلوا الجواكي. المهم اقدم واحد فينا هنا بقى له قد ايه؟ شهر. شهر؟ انا. ايوه احمد علاء شهر. 100 100. انت لسه ضايقني. المهم احنا دلوقتي رايحين فين؟ رايحين المول الكبير اللي هنا، المول ده اسمه ايه؟ جريفيتش؟ ده المول بقى كله مصريين وعرب ما شاء الله، يعني اللي هو تحتلوا البلد اللي وين الجايين دولت. محمد عامل ايه في كاترينبورج؟ كويس الحمد لله. حسن عامل ايه في كاترينبورج؟ 100 100. انتوا بتعملوا ايه بقى؟ بياخدوا اركان بعض. اركان بعض. حسن الجبنه الحلقه فين؟ الجبنه فين؟ جنى. محمود من جنى. ايه؟ منين من جنى؟ من ارجل منطقه في جنى. ما بهزرش والله. الله يزيدكم. عاملين مع عروسيات؟ ايه؟ بنات عروسيات. لا 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 احمد علاء. اكلم احمد علاء ليه في الموضوع؟ المهم انت الدراسه بتاعتكم عامله ايه يا جدعان بجد؟ الناس اللي بتحضر الجامعات. لا لا ما انا لا تمام. اللغه عامله ايه معاكم؟ لا انا ماشي جدا. ايه الكلمات اللي عرفتها روسي؟ كبير. اوه تيكا. ما شاء الله استا كاك دلا. ايه تاني؟ خرشو. بس وده ونيت يلا، وده ونيت يلا. انت تخش تقول لها ايه؟ لما تشوف اي بنت تخش تقول لها ايه؟ يا تشيب يا لبلو، يا تشيب يا لبلو، يا تشيب. مش عارف ما شاء الله الشعب العربي كله يا جدعان. هنطلع الحراره فلسطين دلوقتي. محمد خالد فين؟ بتاع جمهورية مصر العربية. حسن العشق كله خدوا بالكم. ابن جيتشي. بس هو انا من كفر الشيخ بس بيعزني ان انا مصري برضه. احنا امبارح كنا جبنا حلقة. جبنا حلقة. محمود جايب من السوق من عام جبنا حلقة. راح فين يا حسن؟ خد يا حسن. راح فين؟ حتى بس عشان فاضينا بس. طب يلا خش خش. على طول. على طول. احمد علاء. محمد خالد زودك في صحبه احسن من كده. صحبه ان شاء الله يساعد المصري. ده المرسل السياحي بتاعنا اهو. خش يا حسن. خش 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 طبعا. لا 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 خش يا حسن. مجدداش نجيب الثلاثة. تعال اطلع. لا لا لايف. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا هي كله ارفع ايده بقى. كله ارفع ايده على. بتاعتنا بتاعت النهارده ديت. احنا عايزين ناكل. ناكل. واحمد علاء قال لك ايه؟ ان مفيش اكل هنا. لا مش هتعرف. لا انا عايز اكل. تعال يلا بينا. شكلهم. اللي معاه الكاميرا ويفوق.
كوبا. هروح مني فين؟ كوبا. هاي بدي واقف. بيقول لك مش هيعمل لنا كبه اردني. ولا مقلوبه. ان شاء الله ينعلمها ان شاء الله. لا لازم. مقلوبه مقلوبه. واحلى من السفر. خسر خسر. النبي مشهد الله. احنا عايزين نبكي. المول هنا كبير جدا. انا كل ما اعمل خنزير. عند البص مطلوب منه. انا بقول لك من دلوقتي. ايش ترى مصور كلنا احمد احمد تعال جربتها قبل كده انا من 3 دقايق ل 7 دقايق ب 350 روبل كام 350 روبل ما تخش كده واحد دقيقه اتقل عشان كده عشان كده لو خدت لك نص ساعه مثلا هي اللي بتاعتي كويسة أوي. Say hello. الشناوي وما أدراك ما الشناوي. اهلا 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 عاوزين من مصر شناوي انا عايز جبنه رومي يا جدعان بالله عليكم كل اللي جاي كتر مورج يجيب لنا جبنه رومي جبنه رومي اي حد هيجيب جبنه رومي انا مش هقول له لا جديده ولا قديمه لا قديمه جبنه رومي قديمه وشاي طيب او شاي ويوسف انا عاوز بني مصري مصري عشان الحاجات دي هتجمعوها عشان ده ايه تتجمع وعندك 1 كيلو شاي العروسه بقى ايوه عروسه عريس مش هتفرق عايز من جنة عاوز كل حاجه اي حاجه تلاقيها من جنة لا من جنا طبعا هي مصر الحمد لله فيها كل حاجة طبعا مصر ام الدنيا ايوه ربنا يسامحنا طبعا عاوز من مصر بص هو مصر ما فيش في اكلها ولا في اي حاجة في مصر بصراحة بس الصراحة ما فيش غير اكل في مصر اه والله غير كده حشو هنا تعبنا قوي تحت الجزر صياد صح؟ لا طبعا سفر الله العظيم طبعا ما انت جابولو ما انت جابولو هنا ما فيش حاجة في مصر عشان الجواز منها منها يتجوز ما شاء الله السلام عليكم رجاله بس بس بنات بلدي طبعا ما يعني تتجوز مصريه؟ لا طبعا مصريه بنات بلدي او ما اسمك بلاش هنا هو كابتن افريكا احنا هنضرب يعني روسيه ولا مصريه؟ لا مصريه عم بنات دخل طب ولا هندسه؟ هندسه طبعا يعني انت راجل مهندس وتتجوز مصريه الراجل ده خاف من اهله الراجل ده خاف من اهله خاف من اهله بلاش نضرب يا عم كرولوس مصريات ان شاء الله انا روسيه يا ابو يوسف خلاص يوسف هي انا روسيه محدش هيشوف الفيديو تبعك لا الفيديو يلا بلو رشا يلا بلو مصري خلاص محمود كفر الشيخ واهلي كفر الشيخ مصري ولا روسيه بلدي يوكل ابو يوسف بلدي يوكل محمد يجيب ربنا كويس يجيب ربنا كويس روسيه ولا مصريه روسيه عبد الرحمن انا قديم هنا بقى لسه بنصور خلاص خلاص ارفع الكاميرا هيك 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 ايوه بس اسكت بقى زايمه ويوسف ايه الدنيا احنا بنتمشى في مول جريفيتش لجعانين بس اه والناس هنا كتير جدا ناس كتير جدا هنا مول كبير حد حاسس بالكورونا جه فيروس هنا يا جدعان مفيش كورونا في مكان انا علاء احنا ماشي الحين دول عشان ايه انا مش غايب الو ايش كله علينا الرجاله خلاص احتلت الترابيزه عايزين ترابيزه ثانيه مش نافع مش نافعه يلا يا جدعان ايه احنا نطلب ايه عقيقه لا احنا نطلب عقيقه عشان تقضي يا عم ايوه كاك دلا خرشو كاك دلا خالي خرشو سباسيبا حاوس الدنيا اهو كاك دلا حسن خرشو دوبر الاستاذ ايمن هيطلب لنا يطلب لنا اكل بقى مين اللي معاه فيزا كارت منهم ده كله جوه ورايا يا جدعان اربعه بس اوعى تجيب لهم سفنينه ايه لا 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 خنزير لا 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 خد ده ايه ده ده ثلاثة برجر ثلاثة في واحد فراخ يعني؟ لا لا بقري لا 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 ده ده السخن ده السخن مرضي اه الهابيتكي اللي هو بريتسي سيفن ميه برندا
ايس تي. ايس كريم تسوي كل شيء. احنا هناكل يا جدعان، احنا عايزين ناكل بس احنا العدد كبير الصراحه. يا شناوي فينك يا معلم؟ طب انا في البيبيتش بتاع البرجر كينج. طيب يا محمد خالد، فراخ ولا لحمه؟ فراخ ب 10 جنيه. اتنين ب 10 جنيه؟ اتنين. اعمل ايه؟ بص يا محمود، بص يا محمود، هتاخدها معاك تسوق دي؟ احنا كده بنودع المول اللي احنا ورانا دوت، تطلع لدرجه الحراره اللي برد اللي بره دوت.